سائر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا. حياكم الله وعظم الله لكم الأجر وعظم الله أجر صاحب العصر والزمان، صلوات وأشهد الله. أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت. سماحة حياك. الشيخ، ورد رواية مهمة يمكن الاحتجاج بها على الجميع بأن مظلومية الزهراء عليه السلام في كتاب كامل الزيارات، حيث روي في حديث قدسي حديثا للرسول الله صلى الله عليه وآله: وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها، وتضرب وهي حامل، ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن، ثم يمسها هوان وذل، ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. أما المسألة الثانية سماحة الشيخ، السؤال الثاني: كثر في هذه الأيام النبس القومي والنبس العروبي، والذي نلاحظه أن بعض من يدعي التشيع تأثر بهذا النفس، وأن هذا النفس هو أول من أوجده معداء الزهراء عليه السلام، حيث وجد في كتاب الغارات لأبي إسحاق إبراهيم ابن محمد الثقفي الكوفي المتوفى سنة 283 عن عباد بن عبد الله الأسد قال: كنت جالسا يوم الجمعة وعلي عليه السلام يخطب على منبر من آجر، وابن صهان جالس، فجاء الأشعث فجعل يتخطى الناس وقال: يا أمير المؤمنين، غلبتنا هذه الحمراء على وجهك. فقال ابن صوحان: ليبين اليوم من أمر العرب ما كان يخفى. فقال علي عليه السلام: من يعذرني من هؤلاء الضياطرة؟ يقبل أحدهم يتقلب على حشاياه ويهجر قوما لذكر الله، فيأمرني أن أطردهم فأكون من الظالمين. والذي فلق الحب وبرأ النسمة، لقد سمعت محمد صلى الله عليه وآله يقول: ليضربنكم والله على الدين عودة كما ضربتموه عليه بدأ. قال مغيرة: كان علي عليه السلام أميل إلى الموالي وألطف بهم، وكان عمر أشد تباعدا منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا أخ ثائر. نعم، الأخ ثائر يتكلم عن حديث كامل الزيارة في فضل الزهراء سلام الله عليها، صحيح. كامل الزيارة أسانيده صحيحة، ويتكلم أنه هناك نفس قومي ضد الفرس، نحن ما نقبل لا نفس، لا تعصب عربي ضد الفرس ولا تعصب فارسي ضد العرب، نحن عندنا ميزاننا العقيدة وولاية أهل البيت عليهم السلام. والحديث الذي قرأته أيها الأخ يسمى حديث الضياطرة، وهو حديث صحيح السند، نقلته كافة المصادر، من أوسع المصادر مصادر اللي نقلت حديث الضياطرة، لأن كلمة ضيطر اللي استعملها أمير المؤمنين عليه السلام، حتى كتب اللغة الآن شوف أي كتاب لغوي ضيطرة أو ضطرة تشوفها أنها موجودة فيه. إذن الأشعث ابن قيس يقول للأمير المؤمنين: ذول العجم غلبونا على قربك. يقول أمير المؤمنين غضب وضرب المنبر بقدمه وسكت. صعصع ابن صوحان عرف، قال: ايش بيه الأشعث حركها قومية؟ اسه أمير المؤمنين يتكلم على العرب. فحينئذ قال أمير المؤمنين أنه ذول اللي تهزؤون بهم يأتي يوم هم يكونون مع المهدي ويقاتلونكم على الدين عودا حتى تدخلوا فيه كما قاتلتموهم اليوم. نعم يا أخي، هذا صحيح.